هنا دمشق أحياء سكنية مصرية تحولت بالكامل إلى تجمعات لعشرات الآلاف من مطاعم الوجبات الشامية بمختلف أنواعها. المطبخ السوري كان السر وراء قصص نجاح مئات الآلاف من السوريين الذين لجأوا إلى مصر بأسرهم قبل 8 سنوات فارين من ويلات الحرب في بلادهم. فضل ونعم الله كرمنا وجيدنا لهون غير البلاد اللي هي راحت العالم. في كتير ناس راحت على بلاد مو مبسوطة. هون ما اختلف علينا شيء إلا نحن بعاد عن بلدنا وعن حينا وبيتنا بس. أما الحمد لله فضل ونعم نحن مبسوطين بالبلد هاي وإن شاء الله الله بيبارك لكم فيها وفينا نحن قوم معكم. لم تعرف البطالة للسوريين طريقا في مصر، فمنذ مجيئهم انخرطوا في المجتمع المصري، وكما قدم المصريون لهم حسن الاستقبال والجوار قدموا هم أيضا أفضل ما لديهم من أطعمة ومشروبات وحلويات يتميز بها الشاميون لم يكن يعرفها المصريون قبل أن تطأ أقدام السوريين أرض مصر. مستحيل واحد سوري يمد إيده لحدة تاني، لازم يوقف على رجله ويأثبت وجوده ويقول أنا موجود، أنا فيد البلد اللي بقعد فيها، مش أخذ منها أعطيها لهالبلد. كل السوريين لأن إحنا سوريين تعودنا على الشغل، تعودنا أنه نضلنا لينا فوق شغلنا، الحمد لله تعودنا أنه ضلنا نشتغل نروح نرجع شغلنا أهم شيء شغلنا يعني، والحمد لله اللقمة الطيبة يعني اللقمة الطيبة هي ناجحة أولا وأخيرا اللقمة الطيبة. أثبت السوريون قدرتهم على تجاوز ظروفهم الصعبة التي اضطرتهم لترك وطنهم الأصلي والعيش في وطن بديل، فقصص نجاح السوريين التي أصبحت مسار أحاديث الإعلام والمجتمع يأتي من خلفها العديد من المواقف الإنسانية والتحدي الصعب للوصول إلى ما تحقق من نجاحات في مختلف مجالات العمل. من القاهرة هنا دمشق، ملحمة كفاح ونجاح سطرها مئات الملايين من اللاجئين السوريين في مصر. هؤلاء الأشقاء جاءوا فارين من ويلات الحرب السورية قبل 8 سنوات، لكنهم رفضوا الاستسلام للظروف الصعبة التي مرت بها بلادهم وفتحوا مجالات عمل جديدة ليصبحوا جزءا من نسيج المجتمع المصري لا ينقصهم سوى الحنين إلى وطنهم الأم سوريا. تشير الإحصائيات إلى أن حجم الاستثمارات السورية في مصر يتجاوز 23 مليار دولار، النسبة الأكبر منها في مجالات التصنيع الغذائي والمطاعم والباقي في مجالات أخرى. تعتبر الوطن العربي يعتبر كتلة واحدة، أرض واحدة، نحن إذا أي إنسان معه فلوس لازم يتجه باستثمار ضمن الأراضي العربية حتى يصير تكامل اقتصادي بين الدول العربية. نحن أكيد بكرة بس ترجع سوريا بخير وسلام، نحن عارفانين أنه الشعب المصري الخلاق وتجار مصر اللي حيتجوا باتجاه سوريا ويستثمروا أهلا وسهلا فيهم. ما كان في خوف أنه نفتح ونقرب، والحمد لله رب العالمين تقريبا مو بس المطاعم يعني كل المجالات الحمد لله نجحنا بمصر، وصرنا مثلنا مثل أي مصري بيفتح أي مشروع بمصر ويتسبب منه ويترزق منه. ما في شعب اندمج مع الشعب السوري بالأزمة اللي احنا فيها مثل الشعب المصري. تنتشر معظم المشروعات الحاملة لأسماء سورية وشامية في مدينة 6 أكتوبر ومدن أخرى داخل مصر. هذه المشروعات فتحت الكثير من مجالات العمل للسوريين والمصريين جنبا إلى جنب، حيث أثبت السوريون أن السوق المصري سوقا جاذبة لفرص العمل والمشروعات بمختلف أنواعها، وهو ما حد من هجرة الشباب في قوارب الموت إلى السواحل الأوروبية بحثا عن الرزق. حضروا معايا حرب 73، يعني حضروا 73 معايا سوريين، وفي منهم استشهدوا وما زلت لغايه دلوقتي يعني ببكي عليهم لان كانوا جنبي مع بعض. فالسوريين بصراحه ما جم هنا نوروا مصر. اول شيء ام الدنيا، ثاني شيء لانه بلد عربيه واللغه العربيه اهم شيء، وبيننا هسه واحبابنا، وبتذكر من زمان كان في بيناتنا ام يعني وحده عربيه، وبعدين بلدنا الثاني. كثيرة هي قصص السوريين في مصر، لكن الأغلب فيها هو الاندماج المجتمعي بين الشعبين، فهذا الاندماج نتاجه هو تبادل الثقافات الشعبية في مختلف مناحي الحياة وتوطيد العلاقات الدافئة بين شعبين عربيين يربطهما وحدة المسار والمصير.